يسعد صباحك. طبعا الافكار كثيره للهدايا لما بنروح يعني نزور احد والد او شيء، بس يختلف الموضوع لما نروح نزور احد مريض. فدائما نفكر نجيب كيف نقدر نرفع معنويات الام اللي قاعده تمر او السيده اللي قاعده تمر بهذه التجربه. مظبوط هدى، نحن خلال الفتره اللي بتقطع فيها صديقتنا او جارتنا او قريبتنا او زميلتنا بالعمل، بهالفتره بدنا نقدم قد ما بنقدر الدعم. هلا نقدم لها هديه صغيره ممكن تكون بسيطه بس ترفع لها معنوياتها بخلال هالفتره اللي كلها مليانه بالتحديات، ممكن كثير يعطيها سعاده وفرح بهالفتره. اعطينا افكار ممكن نسويها بالزبط للمريضه اللي رايحين نزورها المصابه بسرطان الثدي. ما هيك، نحن هلا فكرنا بعده افكار ممكن الشخص يهدي منا غرض واحد او نجمعهم كلهم ببوكس لنقدم اخر شيء هديه شكلها حلو. مثلا اللي هي شيء كتير بسيط ومتواجد بأي مكان، قميص زهر، لأنه اللون الزهري هو رمز التوعية من مرض سرطان الثدي. هيدا القميص إذا منلاحظ عنده زرار من الأمام، ليه؟ لسبب مهم، لأنه السيدة أو الإمرأة اللي عم تمرق بهيدي الفترة عم بتكون ممكن عملت عملية استئصال الورم، ممكن عم تتعرض عم تخضع لجلسات علاج بالشعاع، سو ما بتقدر ترفع إيديها. وهيدا أنا خبرتني إياه قريبتي لأنه كانت عم تمرق بهي الفترة، ما بيقدروا يرفعوا لفترة طويلة ذراعين لإيديهم لفوق من وراء هالأوجاع اللي بيتعرضوا لها. فمثلا فينا نحط قميص زهر أو أي لون تاني، بس المهم يكون مفتوح من قدام لا تستعمله بالنهاية. فكرة تانية، ودائما في كتير ناس، مثلا أنا من الناس اللي ما بيقدروا يعيشوا بلا سكر، بخلال هالفترة مش مرغوب أبدا أو ممنوع السكر على السيدة تستهلك أي السكر الأبيض خاصة والحلويات، سو بدنا نفكر يعني بديل 100%. فالبديل ممكن يكون مثلا تمر، بس تمر اكيد بطريقه مهضومه، فواكه مجففه، مثلا مكسرات، ممكن يكون مثلا علبه شوكليت بس بيكون داكن يعني ما في سكر، او فيجن عليها مسج صغيره، يعني اشياء صحيه، اشياء صحيه ممكن كمان نقدمها بارت اوف ذا باكج. في فكرة كتير حلوة وبتصور إنه هي الأبسط بالموجود قدامنا بس الأكثر له هدف ومعنوي، اللي هي بوكس صغير نهديها إياها ونطلب منها كل يوم تاخد مسج اللي هي عبارة داعمة أو ملهمة لتقدر تتخطى هيدي الفترة الصعبة. وهذا صراحة أحلى فكرة، يعني مثلا خلينا نشوف في أكثر من مسج. أنت أكثر شجاعة مما تعتقدين وأكثر قوة مما تخيلين، يعني أحس هذه المسجات اللي تجي 100%. للمريضة تعطيها كل يوم دافع أنه هي تفكر في الكلام اللي بتقراه. مثلا هون كمان في لستي وحدك، منك لوحدك، أنا جنبك دايما معك، أنت جميلة، لأنه هالموضوع كتير مهم. صحيح. أنه نذكرها أنه بعدك حلوة رغم التغيير بالداخل وبالخارج اللي عم تتعرض له. صحيح. فهيدي العلبة الصغيرة قدي حجمها صغير وتكلفتها صغيرة، يعني بس فيها كتير من التعبير مشاعر و... 100%. مثلا إذا هي بتحب نوع معين من البرفيوم منجيب لها اياه اللي هو متواجد، واي واحد يجيب اي نوعيه. المهم تكون الباكج كلها متناسقه ومرتبه بطريقه. وكمان دائما بحب احط الشيء الطبيعي، لانه كمان هيدي بتضاين كثير هالبلانت اسمها ساكولنت، وحاطين لها مسج صغير هون حارب سرطان الثدي مع هيك اكسسوار صغير. فهيك بطريقه بسيطه باشياء موجوده وين ما كان باي مكان. طيب كثير من السيدات يفقدون ثقتهم بنفسهم في هذه الفتره، فتره العلاج او فتره اللي يمرون فيها، انه يعرفون انه هم مصابات بسرطان الثدي، فكيف ممكن نعطيها هديه كذا حلوه انه تخليها تهتم بنفسها بانوثتها، مزبوط حسسها انه انت لسه فعلا حلوه وما في شيء راح يتغير.
مزبوط، خاصة بهالفترة مثل ما قلتي في ناس بتتعرض بيفقدوا شعر أو يعني صحيح. بتكون كتير صعبة عليهم، فأكيد ملامحهم شوية من العلاجات. فنحن بدنا نذكرها أنه مش هيدا هو بس يعني اللي بيربطنا فيك، بالعكس نحن بنحب نفسيتها، بدنا ندعمها معنويا، وكمان بدنا نشجعها تضلها عم تمارس حياتها اليومية الطبيعية اللي هي كانت تهتم بحالها، ما بدنا إياها توقف. صحيح. فكمان فكرت لأنه للنساء فيها نهديها كريمات، أي شيء بتحبه، لأنه الشخص اللي عم نهديه هيك هدية شخص كتير قريب منا. صحيح. أو يمكن يكون زميل بالعمل، بس عادة نعرف شو بحب، ففينا نحط لها ماسكات للوجه لأنه بدنا إياها تهتم باللي بعده موجود عندها، ما بس نفكر إنه فقدت شعرها. بنحط لها ماسكات مثلاً للوجه، بنحط لها ميك اب، بنحط لها كريم تهتم ببشرتها مثلاً. Hello. يعني في عدة أفكار، بنحط لها كرمال تعمل مساج لوجهها لأنه لتحافظ على النضارة، بنحاول نرفع الأشياء اللي بعدها موجودة عندها، ما نفكر بس بالشيء اللي فقدته. ممكن نعطيها سكارف، هذه الهدايا يعني انه ما تكلفنا كثير، ما تكلف يعني شيء ماديا، مش أبداً. غاليه وموجود عند كل حدا، يعني بكل مكان قصدي. سكارف لانه في ناس بحبوا يغطوا هاي المنطقه، فبدنا نكون كمان ننتبه شو قديه الشخص قريب منا، قديه فينا نفوت بتفاصيل الهدايا، بدنا نكون كثير منتبهين. فينا نحط نعطيها كتاب اذا ما بدنا نعمل فكره البوكس، في كتاب كله تعابير وعبارات عن الدعم النفسي، مش بس للمرأة اللي عم تتعرض لسرطان الثدي. هون هي كتير كمان فكرة كتير بحبها، تفضل أعملها على الهواء، عبارة عن بوكي ورد مجفف، أي ورد، ما ضروري نوع معين، منحط له ربن إذا بتحبي هدى. إحنا عندنا دقيقة يا ريت. نعم. إيه، منحط له ربن ومنحط له ماجنت، فبتعلقها عندها على البراد. حلو. وبتصير تشوفها كل يوم، وهيك منكون قدمنا هدية. طيب هل تختلف في الهدية اللي بقدمها مثلاً لزميلتي في العمل أو لصديقتي أو حتى لقريبتي، يعني لما تكون قريبة مرة، إيش الراعي في يعني صلة القرابة أو الزمالة؟ أو هلأ كل ما الشخص قريب منك ومقضي معه وقت أكتر وفي علاقة قريبة كتير، بتقدر تهدي شيء أكتر أنتيم، يعني بتعرف تفاصيل حياته، بتعرف شو ناقصه، بتعرف شو اللي بيسعده وشو اللي بيعني له. فبالعمل بتهديها شيء عام، بس كمان فيه المسج نفسه. حلو، شكرا لك يا مايا. شكرا لك، عافية. يعني كثير الهدايا مهمة حتى ترفع المعنويات، تحسسهم ان احنا قريبين منهم.